ودلوقتي جه السؤال التاسع. السؤال التاسع بيقول: زلزال القاهرة سنة 1992 حدث سنة 1992، إجابة نهائية. يعني أنت بذمتك ودينك يا أخي تفتكر إن آخر سؤال وأصعب سؤال هيبقى زلزال 92 حصل سنة كام؟ ما عادي يا عم، مدينة العاشر من رمضان اتعملت أساساً في 11 شباط الأول. شباط؟ آه، وكوبري 26 يوليو اتبنى أساساً يوم 26 يونيو قبلها بشهر. المحافظ كان مستعجل. طب والشروق؟ لا، دي اتعملت 9 الشروق عادي، يعني صلوا الفجر واستفتحوا. حزلقوم، أنت فاكر السؤال كان إيه؟ آه، كنت بتسألني عن زلزال 92. زلزال القاهرة كان سنة 92 كان كام ريختر؟ 5.6، 5.7، 5.8، 5.9. ما دي وعرة، وعرة قوي وشبه بعضية. اه، ده ولا تنسيج السنوية. ما حدش فيكو عنده فلاش باك بس يكون حقيقي وواقعي. نرجع للزلزال. خلاص انا غلطان، صار ضرب الجزمة اللي سألتكم في حاجة. ما بديش بقى. كان هو اللي يروح فلاش باك. جلجل. ايه ده؟ المعلم زغلول؟ هو يعني زغلالة؟ زغلالة؟ هنا هنا المعلم زغلول ابو عظمة، تجيب سيرتي مع المعلم عبود البلطي وتقول عنه راجل هفا. آه لا يا عم، لا عاش ولا كان اللي يجيب سيرتك. انت عارفه المعلم بلطي كلامه كله صفر، هو اصلا راجل خبق. ايه؟ بقى اخبار يا ده الليله هتبقى اخر ليله في عمرك. لا 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 لا، ما مش انا اللي قلت الكلام ده، اللي قال الكلام ده الوليه اللي تتشك بطنها اللي سنه قد الفرقيل المعلمه برنس. بقى انا وليه وفرقيل عادي يا راجل تعال. مش انا اللي قلت الكلام ده عليك. امال مين؟ هو المعلم كريم معاكو؟ لا، يبقى هو المعلم كريم هو اللي بيتكلم عليك بضرب. راجل ناقص. انت كمان بتغلط في المعلم كريم جوزي. وكتب عليك امتى وليه؟ امبارح. لا 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 الله، انا طول عمري اعرف ان الشتيمه بتلف تلف وتلزق في صاحبها، لكن صحابها يلف ولف ويلزقوا فيها دي جديده. دي هو سابرس شخشون لف السمير بيه. ايه؟ ادري لك ايه؟ اخضر. لا مؤاخذة، لو كنت طربت السقف. طربت ايه يا عم؟ الله يخرب بيتك، ده انت طبقت السقف. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، بس انا بهرب من المعلم زغلول. انت عارف انه راجل ابن هرمة. ايه؟ انت بتشتم ابويا؟ هو انت ابن زغلول؟ هو انت كله الناس في كله ولا ايه الهرم ده يا جدعان؟ ايه يا حسلوم اللي انت بتعمله ده؟ لا مؤاخذة يا سحس، كل حاجات فريق السويد ده ولا البنك معايا. حد يقربني من الحافظ. وراه هاري السويد، هم قفلوا الحاره دي امتى؟ اتزنقت يا حيل. على فكره الكتره بتغلب الشجاعه، واتنين على واحد مش مرجاله، وانتوا واحد اتنين هاري وحسين، تلاته اربعه ايدك مربعه، خمسه سته ناقصه حته. انت هتشتغلنا يا انت هتموت النهارده يا جدعان. مش انا السبب، انا في حد زقني قبجني وقال لي اعمل مشاكل ما بينكو عشان تسيبوا الحاره، فياخد الحاره يبيعها لطاهر القويري فيعمل مصنع جديد للشمعدان، وبالاماره هيعمل واجهه خشبونيوم في الومنيوم. ومين بقى الراجل ده ان شاء الله؟ الحاج شعبان هولاكو، طول عمره نادل وعبادي القرش. يا اول مره احنا ياما شفنا له. هو مين ده اللي عباد القرش ده يا حزلوب يا؟
وانا كل ما اجيب سيره حد يطلع لي. ده ايه ده؟ اتشقد على روحك يا جدعان. بالراحه بالراحه. مين؟ ايمن ابن احلام كراويه؟ ايه يا حزلقوم؟ كل ده سرحان في الاجابه؟ صراحه لا. ايه؟ كان سرحان في ايه؟ سرحان في جزمه حضرتك. اصلها شبه جزمه ايمن ابن احلام كراويه. ففكرتني بقى، بس الفرق بينهم ان هو جزمته ريد وينج ترومبا وانت فراشه. انت رحت الفلاش باك ده كله عشان الجزمه؟ وما فكرتش في الاجابه؟ اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.